يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر بالأمس خطيب جمعة ونقلت هذه الخطبة في إحدى القنوات الفضائية مباشرة، وهذا الخطيب يدعو بهذا الدعاء: سيدي المصطفى حنانيك ابعث لنا من لدنك رحمة، فهل هذا الدعاء صحيح؟ هذا استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك بالله عز وجل. استغيث بالنبي أنه يبعث له رحمة، هذا استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذا شرك بالله عز وجل. نعم.